النوعيه اللي بتشهدها العمليات الارهابيه، تفتكر ايه القانون المفروض يطرحه مجلس الشعب لانهاء الارهاب؟ انهاء الارهاب، الارهاب بيتجسد حاجتين: فقر وجوع واحتياج. النهارده لما الواحد يجي يحتاج لكل حاجه، لما شيء طبيعي لما يجي واحد يقول انا هديك قرشين وروح اعمل كذا، هيروح يعمله. فالمفروض هو توعيه للناس ومراعاه ظروفهم تحت اي وضع. لازم الناس يعني مجلس الشعب يحل مشاكل الناس. نور ربنا سن القوانين مجلس الشعب يقوم بها الفتره القادمه. مطلوب ان هو يعني مطلوب يبقى فيه جديه اكتر وصرامه اكتر في قانون العقوبات. وهو على فكره يا مخصوص قانون العقوبات حاليا ما فيهاش مشكله، يعني هي مشكله في تفعيل الدور بس، يعني قدره اجهزه الدوله التنفيذيه وزاره الداخليه على مقدره تفعيل الدور، تفعيل القانون. الشعب يتخذ قرار حازم، لان كل من يقوم بالتفجير يعدم، والوسيط والمحرض وكل من يساعد يسجن على الاقل 10 سنوات عشان نقدر نستطيع نقطع على الخلايا الارهابيه دي بكل حزم. يعني هو القانون موجود، القانون موجود، بس احنا علشان نعمل قانون جديد هو عايزين رضا، عايزين القضاء بتاعنا رضا، يعني اللي اتقبض عليه النهارده يتعدم بكره، هو ده كده الصح. لما يتعدم بكره مش هنكرر ده تاني. حتى الغلاء اللي باين ده، لما تاجر ياخد سلعه ويخزنها عنده يتاخد حكم عليه، تاني يوم مفيش سرقه ولا في نهب ولا في اي حاجه. بلدنا حلوه وخيرها كتير. ولا القوانين المفروض تتفرض فيه اي حد ارهابي في محاكمه عسكريه على طول. مفيش حاجه اسمها محاكمات مدنيه، ان القانون العسكري بيخلص. المحاكمات المدنيه دي من اعدام، بعد كده مؤبد، بعد كده بمبرر. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. قانون الارهاب يا فندم، بالنسبه للارهاب اللي بيحصل اللي احنا بنشوفه دوت، اكيد هو الاعدام. قانون شديد وصارم، لان كده احنا بنبوظ البلد كده خلاص. انا بتعب. يبدا يفتح ملفات كل القضايا اللي حصلت قبل كده. اي حد اتقتل يبدا يفتح ملفه من جديد ويبدا محاكمته تاني. لابد من سن قوانين حاسمه وقوانين يعني اعتقد عادله كمان علشان نقضي على مثل هذه العمليات. انا اعتقادي كمان تعجيل المحاكمات العسكريه والمحاكمات العسكريه. تاني حاجه تعجيل البت في المحاكمات على طول. عاوزين ان تتحول القضايا الارهابيه كلها، الارهاب، الى القضاء العسكري، لان القضاء العسكري اجراءاته فيها انجاز اكتر وسريعه، وبالتالي هتعمل رقم.